هلو هلو حبوباتي، نتمنى تكونوا بخير. فيديو اليوم هو تابع لسلسلة الفيديوهات القصيرة بس الجد مفيدة. هو عبارة عن فيديو غيناج، يعني حنعمل تمارين لشد كل الجسم من غير ما نعلي نبضات القلب. نحن بدنا هون بس نشد الجسم. انا هذا الفيديو عملته دغري مباشرة بعد فيديو هيت كارديو تاعو 5 دقائق، فيكم تسووه هيك. فحنشتغل على شد كل الجسم، بطن، خواصر، مؤخرة وارداف. خلونا نبلش دغري مع الفيديو. اول شيء حنبتدي بلانك فيس، حنعملها 30 ثانيه ونرتاح 3 مرات. اللي قادره تعملها هيك، واللي مش قادره تعملها على الركب، تمام؟ قدرتوا 30 ثانيه كملوا، انا حترك لكم التايمر هون، تكتبوا لي تحت بالتعليقات كم الوقت قدرتوا تسووها، 30 ثانيه او 20 ثانيه او 10 ثواني، كل واحد يروح حسب ما قدرته. يلا حنبتدي، وما تنسوا تتنفسوا، تدخلوا كرشكم، كذلك تشدوا عضلة المؤخرة، ونتنفس ونضلنا هيك. حاولوا لا تكونوا هيك ولا تكونوا كتير هيك، حاولوا تضلكم مستقيمين، طلعوا لقدام. على فكرة أنا عاملة 30 دقيقة بس، تمام حشوفون. اوكي، وبنرتاح شوي، خلوني ارجع هاي بالاثناء انا اظبط التايمر، انتوا ارتاحوا. اوكي، نرجع كمان مره 30 ثانيه. حاولوا دائما تدخلوا كرشكم، ارفعوا كعب رجليكم لتحت وتطلعوا لقدام، دخلوا كرشكم، شدوا عضله المؤخره وتنفسوا. شهيق صفير، ما تقطعوه للنفس. يلا قربنا، 8 ثواني. يلا يلا قربنا، 2 1 ونرتاح شوي. نعرف نعرف. اوكي يلا نرجع ثالث مرة، نرتاح بس شوي ونرجع. يلا مثل ما قلت لكم، ارفعوا كعب رجليكم لتحت، طلعوا لقدام، دخلوا كرشكم، شدوا عضلة المؤخرة قد ما فيكم وتنفسوا. برافو. يلا 10 ثواني. اصبروا، خلصنا هيدي، نعملوا هيك لتريحوا شوي العضلة، وحنيجي لجنب لحتى نشتغل على الخواصر، تمام؟ دائما دخل كرشنا كذلك 30 ثانية، حطوا رجل قدام رجل بهذه الطريقة، بتدخلوا كرشكم، اللي مش قادرة تخليها على الركبة، واللي قادرة حتعمل مثلي، نتنفس. قادرة بس هيك تمام، قادرة تعملي بهذه الطريقة بيكون أحسن. يلا تنفسوا، دخلوا كرشكم، وإلا ما حتستفادوا شيء، يعني شفطوا بطنكم. يلا قررنا، 5 ثواني أقل، بتسموا. يلا ارتاحوا شوي، انزلوا، فيكم ترجعوا تعملوا بهالطريقة ونرجع. شهيق زفير، قولوا لي بالتعليقات كم ثانية قدرتوا لكل حركة اللي حنعملها. برافو. اللي مش قادرة مثل ما قلت لكم تخلي ركبتها تحت، واللي قادرة تجي هيك. تسمو وتنفسوا ودخلوا كرشكم. على فكرة بنشتغل على الكتف كذلك، بنقويه هيك. يلا وخلصت، لسه عنا، اوكي تمام، لسه عنا مرة على هذه الناحية، ونقلب للناحية الثانية. ريحوا لي كتفكم، ارتاحوا، نفس عميق. يلا نرجع، دخلوا كرشكم، 1 2 3 يلا.
انت ما فيكم تحطوا يدكم هيك، نفسوا تسمعوا. ما تنسوا لايك للفيديو، ما تنسوا شير للفيديو كذلك، ما تنسوا تحضروا هذا الفيديو اللي طالع على الشاشة هلا لأنه جد مهم، في كل إجابة على كل تساؤلاتكم عن الرياضة. يلا راح يخلص وي خلصت. هلا حنروح للناحية الثانية هذيك اللي يرتاح هيدا الكتف شوي، دخلوا كرشكم. يلا واحد اثنين ثلاثة، مثل ما قلت لكم قادرين تقوسوا هذه الناحية بيكون أحسن، مش قادرين خليه يكون هيك. شهيق زفير لسه ما تعبت هذه الناحية فحنحسها سهلة. قدرتي بس 20 ثانية، وقفي على 20 ثانية ورجعي. شهيق زفير حتى لو بس 10 ثواني، بس عيد الكرة أكثر شوي. يلا ريحوا هاد الناحية. على فكرة إذا يوميا بتعملوها هاد لازم تعملوه يوميا بيكون أحسن، مع الهيت كارديو راح تدعولي تعوا 5 دقائق، يعني بالنهار لازمكم ربع ساعة لتخلصوا تمرينكم. دخلوا كرشكم. شهيق زفير ما تنسوا وابتسموا، نحنا بدنا جسم حلو وصحي وقوي. قدي 10 ثواني، رح يخلصوا. خلص لسا عنا مرة واحدة وبنكون خلصنا. فيكم كذلك تعملوها هيك، على فكرة مش ضروري هيك، تعملوها بهذه الطريقة على ايدكم تكون كمان شوي اريح، وهيك بتقوي كذلك عضلة الكف، كف الايد. دخلوا كرشكم، تنفسوا. برافو، رح نخلص 10 ثواني. اللي جاية أسهل، والله أسهل للمؤخرات، الظهر والكرش كذلك وسهلة. أوكي تمام، هلا حنيجي لهيدي الحركة اللي أنتوا أصلاً تعرفوها. حاولوا ظهركم يكون كتير متسطح على الأرض، قربوا رجليكم قد ما فيكم، دخلوا كرشكم وعلى الطلوع حنعمل زفير، بس حنعمل هيك شايفين مؤخرة أول شي ما بنطلع بوسط الظهر. شهيق تعال موبايلي هون عشان اعمل توقيت زفير، وبس نصير فوق بنعمل التايمر. قربوا رجليكم قد ما فيكم، دخلوا رجل كرشكم، شدوا عضلة المؤخرة، ايديكم هيك شايفين مش هيك عشان ما تضغطوا بايديكم، ونضلنا هاي تشتغل على الكرش بتشتغل على المؤخرة على الرجل، كتير حلوة وكتير منيحة للظهر. نفسوا وابتسموا. يلا ننزل بشويش، نحط اول شي فقرات الظهر وبعدين بنحطها للمؤخرة وبنرجع نعيد. شهيق زفير بس فوق، نعمل قد ما فيكم طلعوا، مش تكونوا لي هيك، قد ما فيكم ادفعوا وشدوا عضلة المؤخرة ودخلوا الكرش وتنفسوا. برافو، ابتسامة، عايزة اشوف ابتسامات صرتوا تحسوا فيها ورا هون، منيح هذا اللي لازم. قولوا لي شنو رأيكم بهدول الفيديوهات، نزلوا شويش القصار بس المفيدين بالتعليقات، وما تنسوا تعملوا شير للفيديو. يلا زفير ونحن طالعين ونبتدي بالتايمر. خربوا رجليكم هذه المرة أكثر إذا قدرتوا. شهيق زفير، بعد هذه الحركة راح نحتاج لحيط، أيوة لحيط لنوقف عليه.
بدنا نشتغل على الكوادريسبس بعدين لنقوي الركب كذلك ولنشد الأفخاد، نشد ترهلات الأفخاد، ننحف الأفخاد. عم تحسوا بمؤخرتكم هلأ؟ تمام. وننزل. يلا أنا حلف الكاميرا حلاقي لي حيل ونكمل. يلا حاولوا تحطوا شيء تحت رجليكم مثلي أنا حتى ما تتزحلقوا. نعمل 90 درجة، زاوية 90 درجة، دخل كرشنا، ظهرنا ملتصق بالحيط مدة 30 ثانية، نتنفس بعمق، دخل كرشنا قد ما فينا. يلا قربنا، نبتسم، أهم شيء. قدرتي بس 20 ثانية كمان وقفي، بس 10 ثواني كمان تمام، مع المدة حتقدروا. في ناس حتلاقي 30 ثانية ولا شيء. بس نطلع بشويش، ريح الركب. هيدي كتير منيحة اللي بدها تضعف من هون من ناحية الركب، تقوي الركب وبتشد الأفخاد. يلا ننزل. لننزل أول شي بشغل التايمر. أيوة، ما بدناش نضيع وقت، ندخلوا كرشنا قد ما فينا، أكتافنا نلصقهم على الحيط، ظهرنا كمان ملتصق على الحيط كله، كرشنا شافطينها للداخل. نتنفس بعمق. لا مش صعب، لا قولوا انه سهل. فيكم تعملوا اي فيديو، دردشوا معي، دردشوا قولوا لي شيء، اعملوا لي سماتكم، حسوا هون، شوفوا هون كيف صار هيك مشدود كثير منيح. يلا حيخلص. برافو. بعد حنخلص هلا. هيدا اخر شيء. يلا ننزل نعمل زاوية 90 ويبتدي التايمر. شهيق ظفير. يلا دخلوا كرشكم، اكتافكم ما تنسوا، ظهركم كله متسق بالحيط. كل ما بنعمل المرة الثانية والثالثة بتصير أصعب من الأولى طبيعي، وهذا اللي بدنا إياه. نحن بنتعب على العضلة لحتى تضعف ولحتى كمان تقوى، يعني تضعف تصير نحيفة قصدي، وتصير أقوى لتشد الجسم. حيخلص. وبرافو. هلا حلف الكاميرا وبحكيكم. يلا بنعمل ستريتشنج وبحكيكم بنفس الوقت. هذا الفيديو اذا لسه فيكم قدره فيكم تعيدوه، فيكم تعملوه مرتين باليوم، تعملوه يوميا، فيكم تعملوه هلا وترجعوا تعملوه بالليل، مش مشكله. انا بقول هلا، يعني ممكن تعملوه الصبح، ممكن تعملوه العصر، ممكن تعملوه بالليل، والافضل على معده خاليه، يعني تكونوا اكلتوا من شي ساعه او ساعتين. برافو، ضروري تعملوا هيدا الشيء. دوموا عليه يوميا، رجعوا لي بعد شهر وقولوا لي شو رايكم. بعد شهر حيصير فيكم، حتصيروا قادرين تعملوا لغايه دقيقه، مش بس 30 دقيقه. انا بقول لكم بحبكم كثير، نلتقي بالفيديو الجاي. باي باي.